اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائنا المشاهدين والمشاهدات بطبيعة الحال في فيديو جديد. قد يتبادر الى ذهنك اول ما تشوف يعني المحيط اللي احنا موجودين فيه طويل كأنه مش نعمله فيديو متاع طبخ، ولكن لا، كإنسان خماسي الأبعاد أنا وديما ينظر إلى الميتافيزيقي، نحب نفسر وأن الطبخ ماهوش مجرد استعمال الطاقة الحرارية لتحويل مواد خام إلى حاجة تنجم تحطها في طحشك. الطبخ هو دروس في الحياة، هو درب الشهامة، هو الأخلاق والقيم اللي ترتكز عليها حياة الإنسان السوي. أشنية هالطبخة الزبورة؟ بماذا ستنعم على ألسنتنا اليوم؟ يا سيدي بن سيدك، فيديو متاع اليوم بش يكون بعنوان الكريب بريزيدنسيال، الكريب الرئاسية. وبطبيعة ثاني سؤال يتبادر طويك إلى ذهنك تقول سي فؤاد الباجي، وبطبيعة مع احترامنا الكامل ليك وعدم التشكيك في قحبك، علاش اخترت أنك تسميها الكريب بريزيدنسيال؟ سؤال معقول، سؤال مقبول، والإجابة باش تكون موجودة او لون دو فيديو، على امتداد هذا الفيديو. دونك خلينا نبداو اولا بالإجابة على السؤال متاعك، علاش اسمها الكريب بريزيدنسيال؟ على خاطر الكريب تمثل حياة الرئيس من اولها الى اخرها، تمثل كل المراحل اللي تعدى بها الإنسان منذ أن كان بيزنت، من اللي كان واحد من الرعاية إلى أن يصبح سيد القوم. أول حاجة لازم تبدأ بها كرئيس بطبيعة الحال هي أنك تنشئ الحزب متاعك، هكا ولا لازمك تعمل الحزب. دونك هات نبداو بالحزب متاعنا لهنا، فهمتني؟ فيديو متاع اليوم كما قلت لكم فيه برشا ميتافيزيك وبرشا ميتافورات وكذا، دونك إذا كانك واحد من الناس ضعيفي الذهن تنجم تسامحنا من الفيديو هذه، مانيش نفسر كل حاجة مرتين. باه سي بون، أنشأنا الحزب متاعنا، جبنا شوية ناس معانا، بلوتو خنسميهم شوية عبيد شوية بيادق، دخلناهم في الحزب، جونا مريقل. طويك أهم حاجة، أهم حاجة في السياسة هي شنو؟ خاطر اللي يقول السياسي يقول طحان، دونك مهم برشا أنه نستعينوا بالطحين في بداية الكارير متاعنا. لهنا لازمنا 330 غرام من الطحين، هكا ولا باه. وكما قلت لكم ربي ما أنعمش عليه بميزان، ولكن أنعم عليه بحاجة أهم برشا اللي هي الذكاء والدهاء. دونك شنو باش نعمل لهنا أنا؟ باش نقيس طول الباكو هذايا الكل ونقسمه على ثلاثة، واضحش؟ وللغرض هذايا باش نستعين بزبي، فهمتني؟ ونبداو يا سيدي بن سيدك، يلا. قداش طول باكو الفرينة هذايا كما قاعدين تشوفوا؟ 15 سنتيمتر، تشوف ولا 15 سنتيمتر. دونك أنا باش نجي طويكة، مع ال ناخذ ناخذ خنجر، فهمتني؟ ونجي مع العشرة سنتيمتر ونمركيها باهي امريكل. تحب تجي؟ ايش 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 ايش، ما تحشمش، حسيتك حاشم بكري تغزر من غادي وكذا. اي يا سيدي ارواح جاي، ترى شد لي روحك، جوك احلى جو، جوك حفلات. يلا يا سيدي بن سيدك، نفتحوا يعني علبة الطحين متاعنا ونبداو نغرفو حتى كشي نوصلو الى المستوى المطلوب من الطحين. يلا يا سيدي نبداو بالطبيعة نطحنو معناها للوالي، نطحنو للمعتمد، نطحنو الرئيس البلدية، نطحنو الوزراء، حتى العساس نسحقو نطحنولو ساعات. للأسف هذيك هي حياة السياسي، البعض يعتقد أنها حياة سهلة المنال، ولكن لا. بعد طويكة ما خذينا ولمينا الطحين المطلوب متاعنا، اشنية الخطوة الموالية طويكة؟ لحظة خلينا بعض الشيء هذايا. يلور نجيو للخطوة الموالية طويكة، احنا باش نترشحو للرئاسة، هكا ولا؟ نترشحوا للرئاسة وباش ندخلوا في الديبا انتيليكتويل مع لي زوتر كانديدا، المترشحين الاخرين. لاحظتوا لي انا نحكي برشا بالفرنسي طويكة، وها باش نفسر لكم علاش. دونك السبب اللي خليني نحكي برشا بالفرنسي على خاطر طويكة احنا باش ندخلوا في الديبا بريزيدنسيال. بطبيعة عملنا حملة الترشح متاعنا طويكة، احنا في قناة الوطنية،
ثم بعض المغفلين الاخرين اللي واقفين مجنبنا وباش يبداو يسالوا فينا سي فؤاد الباجي شنية هي الخطط نتاعك باش تحسن الوضع التونسي لهني. وبحكم انه الاي كيو نتاع 95% من الشعب التونسي يتراوح ما بين 40 و40، ما تسحقش انك تعب روحك برشا، ما تسحقش انك تجيب حكاية جديدة وتبهرهم بالمستوى الثقافي نتاعك. تنجم تستعمل ابسط حاجة موجودة في البلاي بوك نتاع الرؤساء اللي هي الملح. نوعدكم لي انا باش نعاود نتفاوض مع فرنسا في الصفقات نتاع الملح، ويبداو يصفقوا هما كل بهاي من غالي. دونك هذاك علاش نسحقوا الملح، مش برشا لما حاجه شويه برك يعني رشه هكا خفيفه. بطبيعه بخلاف الشيء هذا ما يلزمكش تحسس الشعب انها عيشه كحله وما عادش فما حتى امل، خاطر شنو يصير وقتها كيما صار مع بن علي، ما نعاودوش اخطاء الماضي، ما نحسسوش الشعب اللي هي جيم اوفر بالرغم اللي هي تنجم تكون، فهمتني؟ اما ديما حسسهم اللي فما شويه امل. احلانا احنا الشعب التونسي ونحب بعضنا والتسامح ومناخ معتدل وش اسمه ومركز استراتيجي يحده البحر الابيض المتوسط شمالا ولغه زبي هذيك الكل. دونك ناخذ شويه سكر اللي هو يمثل الامل في الدنيا هذه. ذريبات سكر باه تري تري بيان. نبداو تويك نمزجو الخلطه الجهنميه نتاعنا اللي كما شفنا معناها تتمثل من ملح وفارينه وسكر، فهمت؟ لا نمزجوهم مع بعضهم. وتويك نستعملوا تقنيه المرمه، تقنيه المرمه اللي هي تجي معناها تعمل حفره صغيره هكا في الوسط كما قاعدين تشوفوا، حفره هكا صغيره في الوسط. وتويك الحفره هذه بعد ما شاء الله سبحان الله تم انتخابنا كرؤساء على خاطر الكلام، فهمتني؟ السين المعسول نتاعنا والوعود الفارغه اللي اعطيناها للشعب نتاعنا صدقهم للمره 100 خاطرهم بهايم. اذا كان احنا طويك نحبوا نسرقوا ثروات الشعب، نحبوا نسرقوا مستقبل الشعب نتاعنا، واذا كان نمثلوا الشعب نتاعنا بدجاجه، فشنو باش تكون ثروات ومستقبل الشعب؟ عليك نور، باش تكون العظم، خاطر العظم هو مستقبل وثروة وأهم حاجة عند الدجاجة. هذاك علاش نجي وناخد ثروات الشعب طويكة، فهمتني؟ تحب تقرب تجيش، ما عادش تحشم الزبي، ما عادش تحشم، ماك في الأخر باش تخلص ولا؟ ماك باش تخلص على المحاضرة هذه ولا؟ هي جوك مريقل، ماليش أقرب، هاي ما تحشمش. يلور نبداو بثروات الشعب نتاعنا، فهمتني؟ نسرقوا فلوس التاكس، الفلوس اللي بن علي سرقهم واحنا رجعناهم. سامحوني، دخلوا الكونت بنكير نتاعي غلط، دخلوا الكونت بنكير نتاعي نسرقوا بالطبيعه. زاده شنو هي الزبي تبعتني تبعت هذا واحد من المعارضه، فهمتني؟ جاي على اساس باش يفضح حزبوباتنا، دخل فكم وفي الحبس. شكون نحكي ثروات الشعب، فهمتني؟ الى اخره من احلام الشباب وال تبارك الله. معناه نتصور عديتوا حياتكم الكل وهما يسرقوا لكم في الثروات نتاعكم، دونك ما تسحقونيش انا باش نعلمكم الفازات هذوم. يلور نواصلوا تويك العمل الدائم والدائم، فهمتني؟ في خدمه الشعب، نقصد في خدمه الكونت بنكير نتاعنا، ونبداو نمزجوا، نبداو نخلطوا. قاعدين تراو لا قاعدين تراو، مهمة جدا المرحلة هذه، مهمة جدا الأولاد، نحبكم فايقين ومركزين. نبداو تويكا نمزجوا في هذا الكل، فهمتني؟ كوم سا يعني. ثروات الشعب لازمها تتخلط مليح 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 مع الباركور السياسي نتاعنا. ولكن اشنو باش يصير الاولاد؟ اشنو باش يصير في مرحله من المراحل؟ هاكم قاعدين تشوفوا طويك شنو اللي قاعد يصير. تحس انه انك تسرق ثروات الشعب مع الوقت تولي صعيبه، على خاطر من الاول باش تسرق مليون، باش تدخل ولد عمك يخدم عساس في البلديه، باش تعمل فازات صغار كيما هكا حتى حد ما باش يغزر لك، فهمتني؟ اما كي نوليو نحكيو على ملاين زرقاء ونوليو نحكيو على بلاصات وبنتك تسوق في بورش ورازبي وكالجو هذاك الكل، الشعب باش يبدا يحلب.
هك. ولكن تشوف ثم ريزيستونس، ثم مقاومة كبيرة من الشعب معناها، وفجأة الطحين متاعك ما عادش كافي، ما هوش قاعد يتخلط، فهمتني؟ ثم مشكل يا زبي، شو الحل؟ لهنا شباب الحل موجود في التاريخ، راهي ديما الحلول موجودة في التاريخ. أي إنسان يكون قاري ومثقف على التاريخ ينجم يولي سيد المستقبل. التاريخ شنو يحكي لنا؟ كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان واحد رجل حكيم اسمه والتر وايت AKA هايزنبرغ. السيد هذايا تقريب مر بنفس الباركور هذايا في كارير أخرى، معناه في مهنة أخرى، فهمتني؟ ولكن وصل لنفس الأشكال اللي احنا الآن أمامه. شنو الأشكال هذايا؟ ولا عنده تلمو برشا فلوس للي ما عادش ينجم يبيضهم بكل سهولة. ولهني بشكون استعان بمرته، واللي يقول امراه يقول بزازل، واللي يقول بزازل يقول حليب. هذاك علاش احنا طويكة باش نستعينوا بالحليب، فهمتني؟ لحظه خلينا ننظف شويه الشيء هذا. بطبيعه ديما تنظف، ديما ما تخلي حتى تراس وراك، رد بالك تخلي اي تراس وراك. خلينا نقربكم طويكة باش تبداو تشوفوا العمليه كيفاش، يعني كيفاش تبييض الاموال يصير لهنا. يلا يا سيدي ناخذ ما تيسر يعني من التطاول على القانون ونبداو واحده واحده. ما تبيضش فلوسك الكل فرد ضربه، وقتها يفيقوا بيك، فهمتني؟ بشويه بشويه، لازم تكون تدريجيه العمليه كما قاعدين نشوفوا لهنا، فهمتني؟ على خاطر وهذه تقنية أخرى، هي أنت نورمالمون ماكش مخلص باش تسمع التقنية هذه، أما برا ببلاش، برا ناخذ بيها شوية أجر عند ربي، مثال، بالرغم لي أنا إنسان ميبون، فهمتني، وسارق ثروات الشعب الكل، لكن في الأخر نطمح في الجنة، أشكون يعرف؟ دونك الإنسان معناها بصفة عامة كي يبدأ ثم تغير تدريجي ما يحسش بيه الإنسان، هذاك علاش كل ما تغزر لسليختك أنت في المراية ما تحسش أن وجهك تبدل، أما خالك ولا عمك اللي عنده عامين ولا عشرة ما شافكش، كاك تبدلت يا زيبي، ياك تبدلت. كما قاعدين تشوفوا طويك الفلوس ثروات الشعب قاعدة تمتزج مليح في الكونت بنكير متاعنا. ديما لازمها كما قلنا المثابرة والعمل المستمر والكدح. ما شاء الله ما شاء الله، فهمتني؟ وما تنساش ديما ديما ما شاء الله وسبحان الله، واحكي لهم على الدين، احكي لهم على الدين، يموتوا على الشيء هذايا. يقولوا ملا ولي صالح، والله ربي بعثه لنا السيد هذايا، فهمتني، باش ينقذنا من الفلوس نتاعنا. به طويك بعد ما مزجنا وبيضنا الفلوس نتاعنا الكل. لحظه درس مهم طويك، ارجع لي لنا عايش خويا. به بعد ما مزجنا ثروات الشعب وبيضنا الفلوس والروايق هذايا الكل، شنو هو النكست ستيب؟ شنو هي الخطوه المواليه؟ سي فؤاد الباجي، ما ثم حتى انسان في الدنيا هذه يحب الفلوس على خاطرهم فلوس، احنا ديما نحبوا الفلوس خاطر الفلوس هذيك نجمو نجيبوا بيها الحاجات اللي احنا بالحق نحبوهم. نعطيك اكزامبل، تفضل يكون عندك 200 مليون في البنك وما تنجمش تصرفهم، ولا نعطيك فراري؟ اللهم انت صفاقسي باش تختار الفراري. دونك يجي طويك الوقت المهم اللي باش نحولوا فيه الفلوس نتاعنا الى هارد اسيتس، الى ممتلكات باهي. لكن الشيء هذايا مش سهل، على خاطر فما اجراءات قانونيه وكروايق هذاك الكل. دونك نسحقوا المحامين، نسحقوا الناس، فهمتني، تفهم في الامور هذه اللي احنا في حالتنا باش نمثلوهم بالزبده. دونك خنجيبوا شويه زبده. دونك فوالا لهنا كما قاعدين تشوفوا عندنا شويه محامين قاعدين يتلهاو بالامور والاجراءات القانونيه هذه، فهمتني، قاعدين يخدموا كما تشوفوا تعبين برشا. شوف العرق، شوف عرق نتاعهم، شوف التعب كيفاش قاعد يتحول الى بخار، تبارك الله عليهم. رد بالك ما تصرفش مليح على المحامين. اهم حاجه لهنا هي المحامين، على خاطر ياما ناس تشدوا على تبييض اموال ولا على سرقه ولا على قتل ولا الى اخره، وعلى خاطر عنده توب تير محامي خرجوا منها كالشعره من العجين. ناخذوا طويك الاتعاب نتاعهم الكل ونضيفوها الى
العمل الى الخلطة السرية والسحرية متاعنا. هاي البرشة ممتاز ممتاز. ما ينجمش الوضع ما ينجمش الوضع يكون احسن من هك. نحركوا مليح، ما يلزمش العمل متاع المحامين يقعد ظاهر. نعرفش كان قاعدين تراو مليح ولا استنى. فوالا، ما يلزمش الاتعاب متاع المحامين تكون واضحة للعيان، فهمتني؟ لازم يظهر كل شيء وانه اخلاقي، كل شيء تم فهمت لا من دون الاستعانة بأي ناس شريرة. نمزج مليح 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 مليح. اي فوالا فوالا. طويك كيما تشوفوا ما ثم حتى كي معناه كالمواطن يغزر للثروة متاعك، ما ينجمش يقول اه والله شوف سرق لنا فلوس التأمين، اه والله كاني قاعد نراه في التاكس متاعي. ما يراش، يراه في حكاية مبهمة وكهو، فهمتني؟ لا يراه في أتعاب محامين، لا يراه في تبييض أموال، لا حتى شيء، يراه في حكاية وبرا، فهمتني؟ كما التقنية اللي يستعملوها البنات متاع كي تبدأ هي تحبك الطفلة، ما تجيش تقول لك راني أنا نحبك ومغرومة فيك وكذا، ما تضويلكش فاندام في الظلام، فهمتني؟ مرة تقولك أي، مرة تقولك لا، مرة تجاوبك بكري، مرة ما تجاوبكش، فهمتني؟ ديما تخليك تضهدس هكاك. وهذه هي بالضبط التقنية اللي قاعدة تصير لهنا. يا تبارك الله يا تبارك الله يا ما شاء الله. به نجي تويكا الأخر مرحلة الأولاد اللي هي تحويل كما شفنا الفلوس نتاعنا وكما حكيت لكم من قبل إلى هارد أسيتس للغرض هذا. بطبيعة مازلنا باش نسحقوا شوية محامين أخرين، شوية أتعاب متاع محامين. دونك هيا هيا هيا، لأني نزج بيك في السجن، نزج بيك في السجن. شفت كيفاش هي في مكان بالعين الحمراء الناس هذا. ولا نحضروا معناها لي كونت بونكير متاعنا في سويسرا، نبعثوا لي دوكيمون مطلوبين، ناخذوا الثروة متاعنا هذه ونحولوها إلى هذه. يا سيدي بن سيدك دار في البهامس كما قاعدين نشوفوا ما شاء الله. ديجا عملنا تجربة أولى، يعني فهمتني؟ عملنا تجربة أولى، ما هيش باش تكون أحسن تجربة ليك، على خاطر كما أول مرة في كل شيء لازم يتحشالك في برشا حاجات. ثم يمكن شوية الليجل لوب هولز ما فقتش بيهم، يمكن السمسار ما كانش احسن حاجه، ولكن ما تخليش الشيء هذا ينقص من الحماس والاندفاع نتاعك، على خاطر مش بعد سنين من الطحين سنين من تلحيس الزبوب وسنين من سرقه الشعب والكذب عليهم باش تجي تستسلم من اول محاوله فاشله ليك. لا ما يجيش ما يجيش، مش هذا شنو ربيتكم عليه. حلو برشا حلو. حضرت حضرت الدار في البهامس زبور. اللي بعده يا سيدي بن سيدك، هذوما مثلا 100 كعبة بيتكوين. يلا يا سيدي، وهكذا دواليك. تفرجك الكولور، تفرجك اللمعان. اي 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 اي. شوف يا سيدك، شوف شوفك المنتوج ما شاء الله. وبالطبيعة يعني لك حرية الاختيار شنو تعمل بالممتلكات متاعك هذوما، فهمتني؟ تحبها تعملها حلوة، فهمتني؟ معناها كتحط عليها شوية بنات مزيانين كذا في وسط الدار، ولا البوجات متاعك انت تنجم تعملها مالحة، فهمتني؟ تحط فيها دموع الشعب متاعك مثلا إلى آخره. انت البوس طويكة، انت تعمل اللي تحب عليه وما ينجم حتى حد يخرالك فيه. قبل ما نخليك تسرح، نعرف نعرف لي برشا ناس طويك يقولوا والله سي فؤاد الباجي تنقص علينا من البخل، وفيديوهات ينيكو في الراس، وعندك عام ما هبطتش فيديو متاع طبخ وكبسلنا جعبك الى اخره. شوف المره هذه باش نحملك انت المسؤوليه، انت عزيز المشاهد باش تتحمل المسؤوليه، وباش يكون ليك الصوت والكلمه متاعك هي اللي باش تفرق وتحدد وقتاش الفيديو الجاي باش يهبط، عن طريق انك وقت اللي نوصلوا 100,000 مشترك على الانستغرام تاعي طيهبط الفيديو الجاي. امورك امورك امورك، الكره عندك طويكه. وفوالا، في نهايه المحاضره هذه نحب نشكركم برشا على حسن المتابعه والاستماع، ونشوفكم في فيديو قادم. باي باي.
اي 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 يا با 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 اشنو هو هذا؟ اشنو هو هذا؟